بيان من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بخصوص الهجوم الإرهابي البربري الذي قامت به بعض الجماعات الخارجة عن الشريعة وخارجة عن القانون والمتفلتة عن الروابط الاجتماعية والناشرة للخوف وللرعب بين صفوف الآمنين. ذلك الهجوم الغاشم الذي قامت به تلك الجماعات الحائرة على قواتنا المسلحة في منطقة بحيرة تشاد. فنحن باسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجميع فروعه في المديريات والمراكز وجميع روافده وباسم العلماء والدعاة والمرشدين وحفظة كتاب الله وباسم جميع المصلين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وباسم الهيئة العليا لتنظيم الحج والعمرة نستنكر وبأشد العبارات أشد عبارات الاستنكار تلك التصرفات الشنيعة التي حدثت من أناس قد غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فغفر الله سبحانه وتعالى بشهداء الوطن من جنودنا البواسل وعجل بالشفاء للجرحى والمصابين وحمى بلادنا ومجتمعنا الشادي من كل سوء. ومن هنا نحن نرفع تعازينا الحارة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقواتنا المسلحة الجنرال محمد إدريس ديبي تنو وإلى جميع رفقاء دربه من عسكريين ورجال أمن ومباحث وشرطة، ونتقدم إليهم بالشكر الجزيل لما يبذلونه من جهد مبارك